ولا تعليق على ذلك معنا من واشنطن المحلل، من نيويورك عفوا، المحلل السياسي الأستاذ أحمد فتحي. أستاذ أحمد أهلا بك معنا. برأيك هل أعاد أوباما الأمور إلى نصابها التي كانت عليه قبل المناظرة الأولى مع ميت رومني؟ بالأمس رأينا مصارعة بين عملاقين، الرئيس الأمريكي باراك أوباما والمرشح الجمهوري ميت رومني، ولكن لم يستطع باراك أوباما أن يفوز بالضربة القاضية وفاز فقط بالنقاط على رومني، ولكن لم يستطع باراك أوباما أن يعيد الأمور إلى نصابها إن كان قد اكتسب بعض من الأرضية التي فقدها نتيجة لأدائه الضعيف في المناظرة الأولى، ولكنه ما زال بعيد عن حسم المعركة النهائية. أستاذ أحمد، الآن الموقف المحرج الذي تعرض له رومني فيما يتعلق بحادثة بنغازي يرجعه البعض إلى نصائح قاصرة من المستشارين في حملة رومني، هل ترى أن هذه الحادثة قد حسمت مصير المناظرة الثانية؟ موقف رومني بعد حادث بنغازي الإرهابي الذي أدى إلى اغتيال السفير الأمريكي هناك لم يكن يتميز بالحصافة، ولكنه تسرع وأدان وأصدر تصريحات لا يعلم تبعاتها أو نتائجها، وذلك نتيجة لأن رومني معرفته بشؤون السياسة الخارجية هي ضحلة للغاية، هو لا يوجد لديه خبرة في الشأن الدولي. كلنا نتذكر وقت الأولمبياد في لندن الموقف المحرج الذي وضع نفسه فيه مع الحكومة البريطانية وانتقاده لأدائهم في الأولمبياد وتصريحه أنه كان يستطيع أن يديرها أفضل مما دفع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى الخروج، والتصريح أن بريطانيا قامت بأروع عمل في إدارة هذه الأولمبياد دليل واضح على حتى عدم تميزه بالدبلوماسية. ميت رومني هو رجل أعمال ناجح، ولكن هو أيضا رجل أعمال فظ، لا يقف وراء أمامه أي شيء سوى أن يحقق مكاسب من الصفقة التي يعقدها، فهو ليس سياسي 100% ولكنه تاجر بنسبة متساوية إن كانت تزيد. لا أعلم إذا كان عند رومني مستشارين عرب، ولكن إذا كنت أنت من بين المستشارين، ما هي النصائح التي يمكن أن تعطيها لرومني من أجل أن يعوض ما خسره في هذه المناظرة؟ أهم نصيحة أعطيها لميت رومني هو أن يكتسب مهارة الاستماع. بالأمس رأيت ميت رومني فقد أعصابه أكثر من مرة واندفع في ردوده بدون الاستماع النهائي، وكان يقاطع المحاور سيندي كرولي والرئيس الأمريكي أو نظيره في المناظرة باراك أوباما في أكثر من موقع. فميت رومني عليه أن يستمع إلى النهاية قبل أن يفتح فمه ويدلي بدلوه، عليه أن يدرس أكثر الشؤون السياسية الخارجية نظرا لتعقيد السياسة الخارجية الأمريكية وامتدادها وتشابكها مع كل دول العالم بلا استثناء. يجب عليه أن يعي أنه يوجد ملفات لا تستطيع أمريكا أن تحلها بنظرية التاجر والمكسب والخسارة، وأنه يوجد سعر سياسي لمواقف معينة، ويجب أن يعلم أن نتيجة للسياسات الخاطئة التي اتبعها الرئيس الجمهوري السابق جورج دبليو بوش، أمريكا الآن في موقف لا يحسد عليه اقتصاديا وسياسيا أمام كل دول العالم. فحرب العراق كانت نتيجة لسياسات بوش، غزو أفغانستان كان نتيجة لسياسات بوش، الأزمة الاقتصادية كانت نتيجة لسياسات بوش. الشخصية التي لم يذكرها منذ بدء حملته الانتخابية منذ أكثر من 3 سنوات تقترب من 4 سنوات هو اسم جورج دبليو بوش. لم أسمع ميت رومني يتحدث عن جورج دبليو بوش ولو مرة واحدة، وهذا أكبر دليل على رغبة الجمهوريين في نسيان 8 سنوات التي كان فيها بوش رئيسا وتبرؤهم من سجله. ولكن لا نستطيع أن ننكر
أننا اليوم بسبب سياسات بوش الخاطئة. طيب سيد أحمد، يعني هذه السياسات الخارجية ستخصص من أجلها المناظرة المقبلة، وهناك من يقول أن هذه المناظرة محسومة مسبقا لصالح باراك أوباما. يعني ما مدى تأثير السياسة الخارجية على مزاج الناخب الأمريكي؟ دعني أولا أن أبدأ أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يعني لديه خبرة إن كانت ليست طويلة في السياسة الخارجية، ولكنه لديه خبرة تقترب من 4 سنوات في مقابل ميت رومني الذي سياسات معرفته بشؤون السياسة الخارجية هي 0 أو أقل من 1. ميت رومني هو يمثل أو يعني في السياسة الخارجية يتبنى أطروحات المحافظون الجدد، هو يكفيه أن يخرج في المناظرة ويهلل ويعلن دعمه اللامحدود لإسرائيل حتى يجد من يصفق له وسط الجمهور وفي الشارع الأمريكي. السياسة الخارجية بصفة إجمالية وطبقا لإحصائيات قام بها معهد جالوب لا تمثل أكثر من 2-2.5% من اهتمامات الناخب الأمريكي، فهي في ذيل الاهتمامات. ولكن حادثة بنغازي هي حادثة إرهابية يعني يهتم بها المواطن الأمريكي العادي، ولكنه لا يهتم مثلا بالوضع في الصومال، لا يهتم بالوضع في إيران، هي تمثل أهمية يمكن للوبي اليهودي، ولكن للمواطن الأمريكي على سبيل المثال في ولايات الجنوب ربما لا يعرف أين توجد إيران على الخريطة، فهنا يوجد تباين في المواقف. إذن من نيويورك المحلل السياسي أحمد فتحي، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.